وهم آنوا في الحقيقة من الضغط المرجعي الموجود في الخلاف مع بين مرجعية سيد محمد باقر والسيد الخوري. ومن هذه الناحية أنا وريث الشرع بهذا المعنى، فينبغي أن يطموني بالترى لا أكثر ولا أقل. فكان أحسن أطروحة أولية لهم شنو؟ أن هذا لا ينبغي الاتصال به لأن على داره مشنقة، كل من يتصل به يدرس عنده هو ويدرسه هو ويأخذ منه مالا ويدفع له مالا ويأخذ منه ورقة إلى آخره ويزوره هو ويسلم عليه بالصحن، ينبغي أن يحذر. صرفوا الناس عني إلى حد هذا الذي شرحته. قلت قبل قليل أيضا أن هذا الوضع بقي إلى حين ما غمض عين السيد الخوري، انقلبت الصفحة إلى هذه الصفحة. أيضا هو أسلوب آخر من شنو؟ لتفريق الناس عني بالضبط، وذلك أنه أنا عميل إما استخبارات إما أوقاف إما بلي ضابط إما بلي مرجع جعلتني بغداد لأجل شنو؟ لأجل مقابل سيد السبزواري حتى لا يكون هناك مرجع فارسي بل عربي وعراقي ونحو ذلك من الكلمات.